مرحبا بكم من جديد. وصلنا الآن إلى الدرس 62، كلمة مهمة جدا، كلمة available. available سوف نتعلم استخدامات هذه الكلمة في مثالين ونأخذ مرادفاتها في دقيقتين فقط. هدفنا هو حفظ 90% من هذه المعلومات بهذه الدقيقتين فقط، حوالي 20 كلمة جديدة. إذا ركز معي جيدا الآن. get ready، اجهز. write all the phrases، so you need a notebook and a pencil. just 2 minutes and repeat after me 5 times aloudly. أما الآن اضغط على إعجاب، اشترك في القناة، فعل زر الجرس حتى تصلك جميع الدروس، وأيضا شارك هذا الفيديو لجميع أصدقائك لتعم الفائدة. available، available تأتي بمعنى متاح، متوفر، متيسر، جاهز، أو شيء مفيد أو مربح. available، available، available. نأخذ المثال الأول على كلمة available. The house is available for rent. The house is available for rent. The house is available for rent. المنزل متاح للإيجار. أحسنت. اقرأها معي. The house is available for rent. نأخذ المثال الثاني. The book is available from bookshops. الكتاب متوفر في المكتبات أو في محلات بيع الكتب. The book is available from bookshops. ممتاز. اقرأها بصوت مرتفع 5 مرات حتى تحفظها بشكل جيد. إذن كلمة available ومرادفاتها، أول وحدة هي كلمة ready. ready جاهز. useful. useful. and helpful. helpful مفيد أيضا. obtainable. obtainable متوفر. obtainable متوفر. available تأتي لديها الكثير من المرادفات، أهم هذه المرادفات التي مرت علينا قبل قليل. إذن الآن حاول أن تكتب جملة مستخدما فيها كلمة available. استخدم كلمة available في جملة، اكتبها أسفل هذا الفيديو حتى يستفيد منها الجميع. شكرا لك على المتابعة، وانتظرنا في الحلقة القادمة قريبا إن شاء الله.